السلام عليكم. الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في مادة الأدفانس أويل ميكانيكس، سنتحدث عن الكومبريشن. ما المقصود بالكومبريشن؟ اللي نقصد بالكومبريشن هو أن تتعرض التربة إلى إجهادات. هذه الإجهادات ستؤدي إلى تغيير حجم التربة. إن كانت الفراغات موجودة داخل التربة مملوءة بالهواء، فنطلق على هذه السلوكية بالكومبريشن. أما إن كانت مملوءة بالماء فنطلق عليها كونسوليديشن. مثل ما نعرف بأنه أي تغير في حجم التربة أو أي تغير في الخواص الهندسية للتربة يجب أن يكون مصاحبها تغير في الإفكتيف ستريس. إذا لم يحدث تغير بالإفكتيف ستريس ما راح يحدث عندنا تغير في الخواص الهندسية للتربة. مثل ما نعرف أنه إحنا إذا كانت فحص الكونسوليديشن فإنه نعتبره time dependent process، عملية تعتمد على الزمن. ومن تعتمد على الزمن بما معناه أنه عندي عملية خروج للماء، وكلما كانت نفاذية التربة أقل كلما كانت عملية الكونسوليديشن أبطأ. أما الكومبريشن فهو لا يعتمد على الزمن، independent of time، لا يعتمد على الزمن، لأن العملية هي عملية خروج الهواء، وخروج الهواء ما يحتاج أن نقيس النفاذية أو غيرها. حتى نفهم البروسيس أو العملية اللي تحدث خلال consolidations وخلال مراحلها، فهو موضح لنا في شكل موديل. هذا الموديل عبارة عن وعاء يكون بداخله ماء وسبرينج. الماء هو الماء والسبرينج هو دي يعبر عن الاستفنس of soil. فوق هذا الوعاء عندنا بستم، هذا البستم يمنع الماء من الخروج بهذا الاتجاه، فقط مسموح له أن يخرج خلال الفالف. وعندنا ذراع حتى نسلط عليه ستريس، إضافة إلى مقياس لمقدار الفيرتيكال تشينج إن فوليوم لهذا النموذج. مرفق بهذا النموذج هو بيزوميتر. البيزوميتر يقيس لنا مقدار البور ووتر بريشر. هذا السامبل وضعنا به الماء، وقرأ عندنا البيزوميتر هو أنه لحد الآن ما مسلطين ضغط، فعندي هيدروستاتيك بريشر، هذا راح يكون عندنا مستوى الماء. من نبدأ بعملية الكونسوليديشن راح تصير عندنا أربعة مراحل. المرحلة الأولى اللي تحدثنا عليها هي قبل تسليط الحمل، قد أسلط إنيشيال لودينج. الإنيشيال لودينج هو فقط الغاية من عنده هو أن نعيد النموذج إلى وضعه الطبيعي بعد ما استخرجناه من التربة، أو يكون عندي قيمة الإنيشيال لودينج صفر. بهالحالة راح يكون عندي توتال ستريس أطلق عليه سيجما نوت، والبور واتر بريشر يو نوت الموجود هو في التربة. الإفكتيف ستريس راح يكون مساوي إلى سيجما نوت ماينس يو، والفوليوم هو في نوت، ومقدار سيتلمنت صفر. لحد الآن ما مسلطين أي إجهاد على التربة. نبدأ المرحلة الثانية. هذه هي المرحلة الأولى، هذه هي المرحلة الثانية. خلال المرحلة الثانية سنبدأ بتسليط الحمل مع إغلاق الفالف. الفالف مغلق، أي لا نسمح للماء بالخروج. مع إغلاق الفالف راح يتحول عندنا الضغط اللي سلطناه
الى بور ووتر بريشر، او خلينا نسميه اكسس بور ووتر بريشر. المرحله الثانيه راح يكون عندي فحص عن الدرين، التوتر ستريس انضاف لها عن المرحله الاولى هو دلتا سيجما، والبور ووتر بريشر انضاف لها ايضا دلتا سيجما. لاحظ كل الحمل، كل الاجهاد اللي سلط تحمله الماء، وايضا عندي انه لا زال انه الافكتيف ستريس يساوي لنا التوتال ستريس افكتيف. الفوليوم بقى نفس الحجم، وما حدث عندنا سيتلمنت كون انه لم نسمح للماء بالخروج. نبدا الان بفتح القفل. عندما نفتح القفل راح يبدا الماء بالخروج، يصير عندنا سكويزنج للماء، ويبدا جزء من الحمل او الاجهاد المسلط تبدا التربه بتحمله. هذا يصاحبه نقص في البور ووتر بريشر. في هذه المرحله اللي هي هذه ستيج 3، لاحظ ستيج 3، لاحظ انه الستريس بدا قسم من الاجهاد المسلط يتحمل التربه، وبدا عندنا البور ووتر بريشر بالتناقص. فاذا راح يكون عندنا بهالحاله التوتال ستريس دلتا سيجما نوت بلس دلتا سيجما نفسها، احنا ما ضفنا اي اجهاد اخر. اليو هي يو نوت الانيشال بلس يو ات اني تايم، والسيجما افكتيف راح تكون عندنا سيجما نوت افكتيف بلس دلتا سيجما ات اني تايم. الفوليوم عندنا تغير وحدث عندنا السيتلمنت. نستمر بهذه العمليه، وهذه العمليه فعلا تعتمد على الزمن. هذه المرحله اللي هي الستيج 3 هي التي تعتمد على الزمن. المرحله الاولى انيشال، المرحله الثانيه لم نسمح للماء بالخروج وبالتالي القفل كان مغلق. ممكن نبقي يوم، ساعه، شهر، سنه، ما تتغير عندنا الامور. لكن هذه المرحله حتى كل الضغط المسلط يتحول الى التربه، العلاقه تكون مع الزمن. هذه العلاقه تعتمد على الكوفيشن اوف بيرميابيلتي، كل ما كانت نفاذيه التربه عاليه كل ما اختصر الزمن، اما اذا كانت نفاذيه التربه قليله فراح نحتاج الى زمن عالي. تستمر هذه العمليه حتى نصل الى كل الاجهادات التي سلطت على التربه تحملتها التربه، واصبح قيمه الاكسس بور ووتر بريشر، البور ووتر بريشر الاضافي مساوي الى الصفر، وبالتالي البور ووتر بريشر الكلي في النموذج هو قيمته يونت مساويه قيمه البور ووتر بريشر عند بدايه تسليط الحمل. لاحظ هذه هي المرحله الرابعه، انه احنا سلطنا سيجما نوت بلس دلتا سيجما كتوتال ستريس، البور ووتر بريشر عاد الى اليونت مثل الانيشال ستيج، والافكتيف ستريس صارت سيجما نوت افكتيف بلس دلتا سيجما، كل السيجما تحملتها الستريس، صار عندنا تغير بالحجم ووصلنا الى السيتلمنت النهائي. هذه المراحل اللي تمر بها التربه عندما يحدث عندي فحص الكونسوليديشن في المختبر. من هذه الفحص راح ممكن ان احصل على علاقه. راح نبدا بمجموعه من العلاقات حتى نفهم السلوكية. طبعا بالمناسبة هذا الفصل اللي هو الفصل السابع والفصل العاشر التاسع العفو بيتحدث عن فحص الأودوميتر. هذا هو فحص الأودوميتر. السبب انه الكريتيكال ستيت لاين كثيوري اللي راح ناخذها خلال هذا الفصل وكذلك الكامكلي ثيوري يعتمد اشتقاقها على فحص الكومبريشن. نظرية موهر كولومب كانت تعتمد على فحص الترايكسيال تيست. هذا الايزوتروبيك كومبريشن تيست حيكون عندي الكيو تساوي كيو افكتيف وتساوي لنا صفر، ما يحدث عندنا شير، التربه معرضه فقط الى الضغط، والبي راح تساوي لنا مقدار الضغط المسلط، والبور ووتر بريشر هو التوتال ستريس مطروحا منه
البور واتر بريشر نتيجة لتسليط الستريس على هذا النموذج. والدلتا إبسيلون في راح نعتبره هو مقدار التغير بحجم الماء، لأن النموذج مشبع، إذا كل الماء سيخرج هو يمثل لي الفوليوم تشينج للتربة. وبما أنه هو الفحص وان دايمينشنال، فمعناها أنه الفيرتيكال سترين يساوي الفوليومتريك سترين. هذا الفحص أجريناه وكانت هذه عندنا النتيجة. لاحظ أنه خلال هذا الفحص بدأنا الفحص من هذه النقطة تحت فوليوم معين، كل ما نسلط إجهاد، طبعا هنا بدنا نتكلم عن الافكتيف ستريس لانه التغيير هو يحدث عندما سلط الافكتيف ستريس، راح كل ما نزيد مقدار الافكتيف ستريس خلال الفحص يقل عندنا الفوليوم. اذا بهاي المرحله لاحظ يحدث عندنا كومبريشن. لو وصلنا الى هذه النقطه ورفعنا الاحمال اللي سلطناها راح يحدث عندنا حاله سوينج. اذا هذا المنحني هو لودينج وهذا المنحني اللودينج. طبعا الايزوتروبيك كومبريشن هو راح يكون بهذا الشكل، انه اسلط ضغط متساوي على التربه من جميع الاتجاهات اللي هي الاتجاهات الراديال والفيرتيكال، وعندي هنا مقياس للبور ووتر بريشر، وكذلك فالف اسمح للماء بالخروج او ما اسمح للماء بالخروج. طبعا خلال هذا الفحص هو يكون مطابق الى الستيجز الاربعه اللي تحدثنا عنها قبل قليل، ولكن مع تغيير انه استخدم البي والكيو بدلا من السيجما افكتيف والسيجما توتال. اكو فد مصطلح احنا نسميه الباك بريشر. مصطلح الباك بريشر هو هذا مصطلح يستخدم انه احنا من حتى نسوي هذا الفحص لابد ان نطمئن بانه العينه مشبعه تماما بالماء، اي جزء من الفراغات غير مملوء بالماء ما راح تكون عندنا النتيجة صحيحة. راح هنا بهالحالة راح يكون فحصنا على تربة unsaturated. فنسلط باقي برجر على النموذج قبل ما نبدأ الفحص حتى نطمئن انه النموذج اصبح عندنا saturated. The purpose of باقي برجر is to saturate the sample by dissolving any air or gas presented in the pore برجر. بعد ما نكمل فحص consolidation او فحص الايزوتروبيك كومبريشن نوصل الى مرحله انه احنا صار عندنا سيتلمنت، اي سيتلمنت حدث نتيجه لخروج الماء. اذا من يملا الفراغ؟ سيملا الفراغ التربه، وعندما تملا التربه الفراغ الجزيئات تحركت. من تحركت الجزيئات قد انه هذه الجزيئات تحمل الشحنات، وبالتالي صار اختلاف في تركيبها وفي موقعها. بعد ما تكمل العملية راح يصير عندنا نسميه secondary compression أو ما يسمى بالجريب. بهذه المرحلة إنه الجزيئات بدون تسليط حمل تعيد ترتيب وضعها اعتمادا على الشحنة اللي تحملها. هذا الترتيب قد يسبب حدوث additional volume change، قد نحصل على هبوط إضافي. لكن احنا بنقارن مقدار السكندري كومبريشن مع البرايمري كونسوليديشن او البرايمري كومبريشن اللي كان نتيجه تسليط الاحمال، نلاحظ انه هذه القيمه قليله مقارنه مع الحاله الاولى اللي سلطنا عليها الاجهاد. لكن هذه تؤخذ بنظر الاعتبار في التربه الطينيه اللي تكون الجزيئات واللي تحتوي جزيئاتها على شحنات عالية. نبدأ بالايزوتروبيك كومبريشن اوف كلي. بنفس الطريقة سلطنا الحمل وبنفس الستيجز، وهنا بهذا الجزء استخدم من احد التجارب المختبرية استخدم الكاولين العفو كلي وتوصل الى هذه العلاقة. بهذه العلاقة لاحظ العلاقة هي ما بين specific volume، مثل ما اتفقنا انه هذا الكتاب يستخدم specific volume بدلا من ال void ratio مع الحمل المسلط. بدأ الفحص بنقطة A ثم تم زيادة الإجهاد مع السماح للماء بالخروج، أصبح عندنا
كومبريشن بالنموذج. ثم بنقطة بي لنفرض رفعنا الأحمال، فالنموذج صار بي إكسبانشن إلى نقطة بي، ثم رجعنا ضفنا الأحمال مرة الله، عاد النموذج بهذا المسار وأيضا وصل النقطة بي واستمر، ولو نستمر بوضع الأثقال راح نتحول إلى نقطة سي. نقطة مهمة نستفاد من هذه الشكل، من نسلط أحمال ونسمح للماء بالخروج سيحدث عندنا كومبريشن. في أي نقطة من نرفع الأحمال ما ترجع التربة إلى المسار اللي هي سارته. نعرف ليش، إنه إحنا التربة هي ليست إلاستيك. من نعيد تسليط الأحمال مرة أخرى، هنا ننتبه إنه التربة إن السلوكية تعود إلى المنحني ABC، ما تشكل لها منحني جديد. هذا المنحني خلينا نرسمه بسيميلوج أو لينبي، ما فرق السيميلوج واللين هو نفس الشيء، راح نحصل على هذه العلاقة. من هذه العلاقة إذا طورناها راح نحصل على هذا الشكل. من حصلنا على هذا الشكل ممكن إذا بدأنا الفحص بأي نقطة بي رفعنا الحمل ورحنا البي، ومن نقطة بي عدنا التحميل مرة أخرى رجعنا البي كملنا التحميل وصلنا إلى نقطة سي. من هذا الشكل ممكن أن أستخرج الميل، هذا خط، ممكن أن أستخرج الميل لي الخط ABC وكذلك للخط BD. إذن هذا راح أسميه مثل ما نعرف normally consolidation line. normally consolidation line هذا الخط أسميه swelling line. بهذا الشكل بيبين إن إحنا لو سلطنا تيست آخر حمل إجهاد في نقطة A، نقطة B رفعنا الأحمال وصلنا إلى نقطة B1، ثم عدنا تسليط الأحمال مرة الأخ راح نوصل إلى نقطة B1، استمرينا بتسليط الأحمال إلى نقطة B2 أيضا هنا رفعنا الأحمال فراح نوصل إلى B2، رجعنا الأحمال أو الإجهادات راح نوصل مرة الأخ إلى B2، وإذا كملنا راح نوصل إلى C. لاحظ هاي الخطين يكونون متوازيين. فإذا عندي normal consolidation line، هذا هو الخط AB1 B2C وD1 B1 D2 B2 متوازيين، اعتمدوا على قيمة normal stress اللي رفع بها الحمل، وهذه احنا نسميها، هذه احنا نسميها اسم معين راح نلاحظه في بقية المحاضرة. نطلق عليها بي برايم ام، والبي برايم ام راح نسميه مين افكتيف ستريس، راح نسميه مين افكتيف ستريس. او اذا تتذكرون كنا في مادة السؤال الميكانيك نسميه ماكسيمم بريفيوس ستريس، ماكسيمم بريفيوس ستريس. طبعا تتذكرون الماكسيمم بريفيوس ستريس هو اللي كان يفصل ما بين حالة النورمالي كونسوليديتد كلي والأوفر كونسوليديتد كلي. من هذا المنحني ماذا نستنتج؟ نعيد تعريف النورمالي كونسوليديتد كلي والأوفر كونسوليديتد كلي. النورمالي كونسوليديتد كلي هي تربة تعرضت إلى إجهادات في السابق واستمرت متعرضة للإجهادات. الأوفر كونسوليديتد كلي هي تربة تعرضت إلى إجهادات إلى حد معين، ثم بعد ذلك صار عندنا تعري في التربة، صار عندنا رفع للتربة. فبهالحالة تكون الإجهادات السابقة على التربة هي أكبر من الإجهادات الحالية على التربة. هذه نسميها Over Consolidated Clay، وهذه التعريف موجودة في الفصل في مادة ميكانيك التربة. وبالتالي راح يصير عندنا هنا Over Consolidation Ratio اللي هو R P، هو عبارة عن ال P M اللي هو الماكسيمم بريفيوس ستريس مقسوما على AP، مقسوما على AP. طبعا يجب ان تكون اصغر من ال P M، اذا كانت اكبر فاحنا راح نكون على النورمال كونسوليديشن. مثل ما اتفقنا انه من هذه المنحنيات راح نتوصل الى ثيوري،
بس هذه راح توصلها بالفصل العاشر. لكن نبدي هنا ناخذ او نحاول نستفاد اكبر ما يمكن من هذه المنحنيات. لاحظ هذا الشكل هو نفس الشكل السابق فقط راسم النورمال كونسوليديشن لاين. لاحظ انه هذه هي امبوسيبل ستيت، لا يمكن التربه ان تصل الى هذا الجزء، لكن هذه بوسيبل ستيت. بدينا الفحص بنقطه اي، في اي نقطه ممكن ان نرفع الحمل راح يتحرك عندنا السلوكيه وراح يتحرك عندنا الكيرف الى هذا الجزء، نرجع الحمل نرفع الحمل نرجع الحمل نرفع الحمل. اذا هذا بوسيبل ستيت، هذا امبوسيبل ستيت. هذا يذكرنا بدائره، ذكرنا بمهر كولوم انفلوب، ايضا شكلنا مغلف، وكنا متفقين انه ما ممكن ان في اي تيسنتون ان التربه تكون عندي خارج المغلف. حسابيا راح نطلق على هذا المنحني الميلي، هذا المنحني هي قيمه ماينس لاندا. يعني ممكن انه انا استخرج الستريس في اي نقطه و اعتبر حتى اشكل خط مستقيم فاحتاج الى ميل ونقطه، فراح اعتبر انه النقطه ما اللي راح استخدمها هي بي افكتيف تساوي 1، بي افكتيف تساوي 1، فراح يصير عندنا المعادله الخاصه بالنورمالي كونسوليديشن لاين هي كالتالي. المعادله الخاصه بالنورمالي كونسوليديشن لاين هي كالتالي، بس اتاكد من موقع المعادله، راح تكون عندنا بهذا الشكل. لاحظ عندنا هاي الماينس لاندا وتعريفها، وهذه المعادلة الخاصة بالنورمالي كونسوليديتد لاين. ممكن انه احنا نستخرج قيمة السبيسيفيك فوليوم تحت اي حمل. واطلقنا على الميل المنحني في جزء السوالينج بكارتة ماينس كارتة. ايضا اخذنا حتى نستخرج المعادله اخذنا بي افكتيف تساوي 1، وكان عندنا هذه المعادله اللي هي سبيسيفيك فوليوم يساوي سبيسيفيك فوليوم اب كابتا، حتى نفرق عن الان هو قيمته 1 ماينس كابتا للبي. ينطينا هنا اكزامبل بسيط حتى نتعلم استخراج قيمه اللاندا والكابتا والكابتل النو، طبعا هذه ليس ان كابتل النو. فمن خلال الفحص نحصل على هذه النتائج، مقدار السيل بريجر احنا اتفقنا ايزوتروبيك، معناته الاجهادات كلها متساويه من جميع الاتجاهات، وهذا الفوليوم تشينج اللي حدث عندنا. طبعا كل فوليوم تشينج صاحبه تغير بالسبيسيفيك فوليوم، ورسمنا العلاقه ما بين السبيسيفيك فوليوم والن بي. طبقنا المعادلة، استخرجنا الفوليومتريك الفوليوم اوف سويل من البارامترز اللي احنا محصليها، وطبقنا المعادلتين واستخرجنا قيم لاندا وكابتا. لاندا وكابتا، ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا انه لاندا وكابتا هي كاركترستيك اوف سويل، خواص التربة. ما هي الكاركترستيك او ما هي الكاركترستيك للتربة بمعادل مهر كولومب؟ هي السي والفاي. طبق معادلة مهر كولومب تحتاج السي والفاي. من كنا نسوي فحص الترايكسيال كنا نستخرج السي والفاي. هنا من اجرينا الون دايمنشنال كومبريشن او الكونسوليديشن تيست او الايزوتروبيك، المتغيرات او خواص التربة حددناها بكاركترستيك جديدة اللي هي اللامدا والكارتا. اللامدا تخص نورمالي كونسوليديتد كلي، والكابتا تخص الاوفر كونسوليديتد. ونلاحظ ان التربه هذه اللي سوينا عليها الفحص كانت قيمه لامدا 0.2 وقيمه كابتا هي 0.05. الكابتا النو راح نحصل على 3.32، ايضا هذه نعتبرها من خواص التربه. ناتي الان الى الساند. الساند يختلف. بالساند لاحظ هذا المنحني اللي احنا نحصل عليه. الساند عندنا مثل ما نعرف لوس ودينس. بالساند عندنا لوس ودينس، فمن نبدي الفحص راح يكون عندنا اختلاف. الانيشيال لوس راح اعتبر سبيسيفيك فاليوم 2، والانيشيال دينس راح اعتبره 1.7. اجري الفحص استمر، يبدا الفحص من هذه النقطه ثم يتحول الى
النورمال كونسوليديشن لاين حتى تصير عندنا فشل. والدينس راح يبدا الفحص منه ويستمر الى ان يحدث عندنا الكونسوليديشن. طبعا لاحظ قيم اللود اللي نسلطها حتى نوصل الى هذا المرحله. قيمه اللود الستريس هي 40,000 كيلو نيوتن، 10,000 كيلو نيوتن، لكن من نقارن بالتربه الطينيه ارجع الى شكل البي ارقام، لاحظ انه القيم هذه ما توصل الى هذه الارقام العاليه، ما توصل الى هذه الارقام العاليه. لاحظ 1400 هناك وصلنا الى 40,000. طبعا الغايه هو انه نحاول ان ندخل الساند بهذه الثيوري اللي احنا ندرسها. طيب اذا هنا من هذا الشكل، هذا الشكل اذا لاحظنا نقدر نقول عليه مطابق للي حصلناه بالتراب الطينية، راح اعتبر الـ 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 هذا هو الخط النورمال كونسوليديشن لاين اللي هي حالة الامبوسيبل، هاي حالة البوسيبل، واعتبر انه الدينس يتصرف سلوكيا مشابه للاوفر كونسوليديتك لي. واحنا كنا نتحدث بها هاي في محاضرات الصف الثالث، وبهذا الشكل او بهذه التيست اكتشفنا انه هذه هي فعلا حقيقية. ايضا قربنا الى خط مستقيم و هذا الجزء E1B1 E2B2 حتى نسهل الحسابات اعتبرنا خط مستقيم، ما اعتبرنا كيرف، من اعتبره كيرف راح ادخل بمعادلة درجة ثانية. وبعد ذلك ايضا راح انطي رموز، ايضا راح انطي رموز وقيم ميل لللاندا والكابتا. لاحظ الكابتا قد تكون قريبة من الصفر، قريبة من الصفر. طبعا هنا نتحدث عن الدينس ساند، هذا هو الايزوتروبيك تيست. الايزوتروبيك تيست هو ان سلطنا الاجهادات متساوية من جميع الاتجاهات. ماذا لو اجرينا الفحص بالون دايمنشنال كومبريشن؟ من نجري الفحص بالون دايمنشنال كومبريشن لاحظ الشكل قبل ما ندخل بالمعادلات، وهذا هو الشكل النموذج. راح يكون ان الابسيلون سترين هنا مساوي الراديال سترين راح يكون صفر، هو هذا فحص الاودوميتر، وراح نشكل علاقه ما بين الكلي وال الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي. لاحظ انا اريد اوصل الى العلاقه حتى اوضحها لكم ما بين الفحصين وارجع اشرح. لاحظ هذه هي العلاقه، هذا فحص الايزوتروبيك وهذا فحص الون دايمنشنال، نفس السلوب لامدا ونفس السلوب كابتا. احنا نعرف طبعا شنو الغايه من هذا الكلام. الغايه من هذا الكلام هو انه فحص الايزوتروبيك قد يكون معقد وقد يكون صعب وقد يكون يحتاج الى دقه في تهيئة النموذج وغيرها، فنلجأ إلى فحص الون دايمنشنال كومبريشن باستخدام الأودوميتر. هذا يكون فحص عندنا أسهل، ومن هذا الفحص ممكن راح نوصل إلى نفس النتائج اللي توصلنا لها بالون دايمنشنال كومبريشن. طبعا احنا هنا عندنا نحكي على جيوستاتيك ستريسز، فتبقى العلاقة ما بين سيجما اتش افكتيف وسيجما في افكتيف هي الكي نوت، والكي نوت مثل ما نتذكر في حالة النورمالي كونسوليديتد كلي هي 1 ماينس ساين فاي. طبعا الغايه من هذا المعادله ما هي الغايه؟ الغايه انه انا فقط اسلط فيرتيكال ستريس، اذا اريد اعرف الراديال ستريس او الهوريزونتال ستريس يجب ان اطبق تلك المعادله. فالبي راح يساوي لنا نصف سيجما في 1 بلس 2 كي، والكيو تساوي لنا سيجما في افكتيف 1 ماينس كي نوت. هذه مشتقات في محاضرات الصف الثالث. والدلتا ابسيلون في هو مقدار التغير بالحجم، وايضا هو مقدار التغير في الارتفاع لانه سمح لنا للتشوه باتجاه واحد. هنا بهذا الفحص بالون دايمنشنال كومبريشن راح نتكلم ليس على البي، انما نتكلم على سيجما بي ماكسيمم ونقسمها على سيجما بي. راح نرسم العلاقات مع الافكتيف ستريس. الكي نوت بفحص الاودوميتر قد انه تتغير، لكن يكون هذا التغير بسيط،
ممكن انه احنا ما ناخذه بنظر الاعتبار. لكن ما ننسى انه قيمة الكينوت بتكون اكبر من واحد في حالة الاوفر كونسوليديتد اكلي. هذا الفحص نلاحظ الشكل هنا مسوي علاقة. هو طبعا احنا سلطنا سيجما بي، لكن من كينوت استخرجنا السيجما اتش ورسمنا علاقة، وهذا اللي يصير عندي الكينوت شلون تتغير مع قيم خلال فترة الفحص ومع الأوفر كونسوليديشن ريشيو. لاحظ قيم كينوت كل ما زادت الأوفر كونسوليديشن ريشيو تتغير عندنا قيمة الكينوت، لأنه هي دائما تكون أكبر من واحد، دائما تكون أكبر من واحد قد ما يكون عندي الأوفر كونسوليديشن ريشيو عالي. وهنا الأوفر كونسوليديشن ريشيو نتحدث على سيجما بي وليس سيجما وليس البي. هذه نتيجة الفحص اللي احنا حصلناها. لاحظ هي مشابهة مثل ما اتفقنا الى فحص الايزوتروبيك كومبريشن. ايضا راح نطير رمز لامدا وكابتا، وممكن من خلال هذه الرموز احسب مقدار الاجهاد ومقدار specific volume at any stage of testing. طبعا هو شنو الغاية ليش at any stage؟ حتى هذه ننتقل الى الواقع. هذه التربة اعرف من المختبر، عرفت اللامدا والكابتا وكذلك الان. من عرفتها الان نقصد هاي الان نوت وهاي في 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 كي نوت، هذه نقصدها وهذه الان وهذه النوت بالون دايمنشنال، وفي كابتا نوت بالون دايمنشنال. بالايزوتروبيك سميناها كابتل النو، هنا ايضا كابتل النو نوت وفي كابتا. من عرفت هذه الخواص اروح للحقل، اقيس مقدار الاجهادات على التربه واستخرج مقدار السبيسيفيك فوليوم. من استخرجت مقدار السبيسيفيك فوليوم بما معناها انه انا اقدر استخرج مقدار التشوه او السترولات. نفس المعادلات اللي هي مال اللي تخص الايزوتروبيك، لكن فقط انطيناها ان نوت وفي كابتا نوت. ايضا نفس العلاقات ما بين البي والكيو في كلا الفحصين. نعطينا اكزامبل اخر لفحص من دايمنشنال كومبريشن، ومسلط احمال فيرتيكال الهوريزونتال حسبها من الكي. ماكو احنا النموذج ما ينطينا النتيجه والكي ثابته. لاحظ وحسب مقدار السترمن، ثم استخرج البي والكيو واستخرج مقدار الدلتا في على دلتا زد، واستخرج قيمه اللامدا والان نوت وكذلك هذا الفحص هو نورمالي. اما من يسوي فحص اوفر كونسوليديتد راح احصل على مقدار الكابتا او الفي نوت كابتا. الكوفيشن اوف كومبريسيبلتي هذا هو مهم. الكوفيشن اوف كومبريسيبلتي من خلاله نقدر نحسب التغير التغير اللي يحصل عندنا بالتربه، وهذا ممكن ان نستخرجه من فحص ال one dimensional compression وباستخدام المعاملات الجديدة. mv تساوي لامدا على v specific volume سيجما v effective. في اي مرحلة من مراحل الفحص ممكن ان نستخرج هذا الفحص. طبعا عندنا الكومبريشن اندكس والسوارينج اندكس ايضا ممكن ان نستخرجهم من هذا الفحص وباستخدام المعادلات. لاحظ الكوفيشن اوف compression هو 2.303 لامدا، والكوفيشن اوف سوالينج هو 2.3 كابتا. لهنا ننهي المحاضرة الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في مادة الادفانس سويل ميكانيك. شكرا جزيلا.